أعلن وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشماري عن خطة لدعم محافظة كربلاء المقدسة بعناصر شرطة وعجلات جديدة للنجدة والمرور، وفيما بين أنه سيتم تمديد تأجيل توك توك والستوتة لمدة شهر، أشار إلى قرب توقيع عقد دعم فني لنظام المرور لتوسعته وتحديثه. ناقشنا مع السيد المحافظ موضوع إدامة وبناء عدد من مراكز الشرطة و منشآت وزارة الداخلية في المحافظة، قسم ضمن ميزانيات المحافظة وما يتعلق في موازنة الوزارة لهذا العام. أيضا موضوع تخصيص يعني أعداد من العقود اللي راح تنفذ بعد الموازنة، بعد إقرار الموازنة، هناك عدد خصص لمحافظة كربلاء لدعم جهاز الشرطة بالأعمار اللي أعلن عنها سابقاً اللي هم 37,100 درجة. كذلك أضيف لها أيضاً درجات للمفتشات أو الشرطيات، بما معروف عن محافظة كربلاء تحتضن زيارات مليونية كثيرة، لذلك تحتاج إلى العنصر النسوي في تأمين هذه الزيارة. أيضاً راح يكون لها حصة ضمن الشرطيات اللي راح يتم تطويعهن أو التعاقد معهن في جهاز الشرطة. أيضاً موضوع معالجة أو تفعيل دوريات النجدة والمرور ضمن المحافظة ودعمها بآليات وعجلات جديدة ضمن الخطة الجديدة لوزارة الداخلية، راح أيضا خلال الفترة القادمة راح يتم تعزيز المحافظة بعدد من هذه الدوريات. كذلك موضوع بناية الجواز الإلكتروني للمحافظة أيضا مقرر أن تتكامل ويتم العمل بإصدار هذا الجواز ضمن محافظة كربلاء. موضوع التوك توك والستوتة راح يكون أيضا يتمدد شهر للسماح بتسجيلها. هذه الدراجات الخاصة أقل من 40 سي سي ما راح يسمح لها بالتجول بالطرق السريعة والطرق العامة، فقط داخل المناطق السكنية. بالتأكيد عندنا إجراءات يومية لمصادرة الأسلحة الغير مرخصة من خلال السيطرات، من خلال عمليات تفتيش. اللجنة العليا لحصر السلاح بيد الدولة راح تطلق المرحلة اللي هي تسجيل هذه الأسلحة في مراكز الشرطة، وبعدها راح يكون يجرم السلاح اللي ما مسجل. كذلك في موضوع الأسلحة المتوسطة والثقيلة يعني منع وتجريم كامل، ولدينا إجراءات مع القضاء بهذا الصدد.